والله حالته مش قادر ياخد زمن. الحادثة قطع الاتوبيس اهو جوه اهو. مين اللي قال لك كده؟ شوف الدكاترة جوه اهو. يمكن يطلع بره. يمكن يطلع بره. حد يطلع بره الحادثة؟ تعالى هو المدير اهو. بيقول لك مفيش يا عم بس هو كان مالكش منظار. قال لك مفيش منظار. منظار فهمت غلط. منظار الرئة عنده ترشح وتهشم في العظام الدنيا مقلوبة. ركب له خلاص انبوبة يا ابوي. انا لسه كنت بتكلم معاه دلوقتي. اخدك من ايه تسلم عليه؟ انا لسه مسلم عليه دلوقتي. على فكره هم اللي قالوا مش كده كان وصل لك انت على ابوه. انا لسه مكلمه عبد الرحمن كنت بضحك معاك. انا مش هم اللي قالوا كده. لا مش هيخش. انا لسه مكلمه. احنا لو جبنا حاجه ما بتزعلني. بقول لك كمان بعد اذنك. هو عارف. هو عارف بيقول لك الحمد لله. الحمد لله والله. محمد هم اللي قالوا بعد اذنك. بعد اذنك مش هطلع على طول. كده 10 دقايق 7 دقايق. تعالى اهو.